جينا واحتجينا على حقوقنا اللي بغينا. جينا اليوم باش نعبروا على السخط ديالنا من هذا مجلس المدينه ديال الدار البيضاء اللي قصانا من دفتر التحملات وقصانا من حقنا اللي كنا كنتمتعوا به اكثر من 30 سنه، حقنا في المجانيه ديال النقل الحضري. حنا اكثر من 30 سنه وحنا كنركبوا في طوبيسات فابور، ما عمرهم هضروا معنا ملي كان طاك وكانوا شركات مغربيه. الان ملي دخلت الشركه ديال ازا اللي هي شركه اسبانيه واللي خدات حصه الاسد من النقل الحضري بالمغرب وما عرفناش علاش، كنتفاجئوا انها كترغم وكتحتم على الاشخاص في وضعيه اعاقه انهم يخلصوا. وكيف ما كتعرفوا ان الاشخاص في وضعيه اعاقه لا حول لهم ولا قوه، ما عندهمش واحد المنحه شهريه باش يعيشوا، اغلبيه كيتسولوا باش يعيشوا غالب الله لان الدوله ما معترفاش بمشكلين وما دايرش لهم واحد المنحه شهريه. كنت عندنا واحد المنحه شهريه غنطلعوا كايوه الناس ونخلصوا الوريقه ديالنا ونريحوا معززين مكرمين. ما يجيش كونترول ما كيسوى والو ويبدا يعنف فيك وينزلك من الطوبيس ويديك حتى للمخفر ديال الشرطه باش يدا لك محضر على اساس انك ما بغيتيش تخلص 700 ريال او ما بغيتيش تخلص التذكيره ديالك. لهذا جينا باش نوصلوا الرساله للعمده بهذه الوقفه الحضاريه السلميه المتحضره. نقولوا ليه بانه يعيد الاوراق ديالو في المجانيه ديال النقل الحضري بالنسبه للاشخاص في وضعيه اعاقه. هذه المره كاين وقفه سلميه، الا ما داروا معنا والو ديك الساعه غادي يكون التصعيد ان شاء الله الرحمن الرحيم. المشكل ديال النقل هي النقطه التي افاضت الكاس، عندنا مشاكل كثيره، عندنا ملف مطلبي ديال تنسيقيه السلام الوطني وضعناه في جميع الجهات ولا حياه لمن تنادي. حنا من اهم المطالب اللي كنطالبوا بها وبصفه استعجاليه وكنناضلوا من اجلها هذه مده ديال 4 سنين هي بطاقه شخص معاق مساعد صلاحيه تكون فيها التغطيه الصحيه بالمجان والمواصلات بالمجان، وكنطالبوا بمنحه شهريه باش المعاق يعيش بكرامه كيف كيعيشوا الدول الاوروبيه والدول حتى العربيه. ونحذر كذلك نحذر من تبعات مصادره عن الحق واستمرار المضايقات والمعامله اللا انسانيه. كنا عايشين في الطوبيس تا واحد انتظام معاك تا واحد انتظام معاك، دابا ولا شريك اخر تيشتبو على تيعيق تيشبو انا هكدوني في الطريق تيقول لك اش بغيتي هذا واقع مقدي تحالك معاق معاق راسك تقول لي عاش الملك قلنا خلصوا الملك دسركم ياك دسركم ما عندكمش حق ما عندناش صح ما عندناش حق حنا معاق ما عندناش حق ما عندناش باش خاصة طوبي الدولة ما عطيناش واحد ميكانية باش نعيشوا بها تنموتوا ما عندناش شرية باش غادي ما عندناش شرية ما عندناش ما عندناش باش نمشيو حتى للحمام الواليد غادي يبقى حي الواليد الله يرحمه ما عندنا صحة ما خدامين ما خدامين ما تقدرش نطيبو نديرو جينا واحد يعطيك واحد ما يعطيكش تعطينا كيعطينا في العام في حمص عدس اش غادي دير لك؟ تاع وطني اش غادي دير لك؟ اش غادي توكلك؟ اش غادي تضربك؟ وبغينا سيدنا يبقى معنا الله يعطيه الله يحفظه الله يعطيه الصحة الله يطول لي عمره لا خلي لينا هذا العام هذا انا جاي في الطوبيس حاليا كنجي وشاداني في قفقاطة شاداني في قفقاطة خاطر من كونترول بحال شاف راه واخا عندي هاد الكارت هادي ما حاسش بالامان ما كنتش حاسه بالامان الله العظيم كنقول يا ربي تستني يا ربي تستني حتى نوصل حتى نوصل راه لا اله الا الله محمد رسول الله نضر المساعده حتى انا بنتي كتردي باكينغ عندها تخير ذهني عندها الصرع زوج امراض مرض واحد دابا انايا مراقبه في الرباط ومازال ما شافوناش لقى ما جابونيش اخويا ما عرفتش واش غادي نرجع اش بقى نرجع ولا تنستنى ما يجي ما يعاونونا هادشي اللي كاين اخويا يا بابا مغربي هذا ولا بابا.